نروح مع حضراتكم نكمل الكلام عن الصعيد وما يتم من تطوير في الصعيد. والحقيقة أنه الصعيد بيشهد طفرة ونقلة نوعية على جميع المستويات، بنتكلم على المستوى الصحي والمستوى التعليمي والمستوى الاستثماري لكل أبناء المحافظات في الصعيد. عايزين نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن إشادة الأمم المتحدة بالمشروعات اللي بتساعد في توفير جودة حياة للمواطنين في محافظات الصعيد في كل المجالات. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم دلوقتي، معانا على التليفون الأستاذ محمد مخلوف الصحفي في مجلة آخر ساعة. صباح الخير على حضرتك. ومسألة إدراج برنامج التنمية المحلية لأفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حضرتك شايف هذا الاعتراف الدولي بنجاح التجربة المصرية في مسألة التنمية المستدامة، معايير اختياره كانت إيه؟ صباح الخير على حضرتك استاذ هدير وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد. يا اهلا بيك يا فندم. بصفتي احد ابناء الصعيد وابتخر بده، ولي الشرف اني ابن قريه ريان الحاجر بمركز ساقلتا بمحافظه سوهاج، فارى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه يقود ثوره تطوير في الصعيد. فبعد عقود من التهميش والاهمال قامت الدوله ببث الروح في ارجاء الصعيد من خلال الاف المشروعات الخدميه والتنمويه. فالدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه خلال ال7 سنوات الماضية لتنمية الجنوب. وإن لم يكن هناك إرادة سياسية كاملة ودعم من رأس الدولة، ما تحققت هذه المشروعات التي تصل لحد الإعجاز. وأرى أن الصعيد يولد من جديد في عهد الرئيس العادل المخلص لوطنه وشعبه، الذي منح الجنوب حقوقه المسلوبة منذ عدة عقود. يعني حضرتك بالنسبة للإشادة من جانب الأمم المتحدة، دي تمثلت في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، اللي هو برنامج بيتابع مستجداته رئيس الجمهورية بنفسه، وهناك اهتمام به كبير من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويشرف عليه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. وده برنامج حكومي بيتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بنحو مليار دولار، وبيتم في محافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه على باقي المناطق الصعيد. وطبعا الإشادة من قبل الأمم المتحدة دي بتعد نجاح دولي لمصر من خلال نسب التنفيذ اللي تمت فيه. طبعا يعني تم إدراج البرنامج، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تم إدراجه بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. فده طبعا بيعد اعتراف أممي بنجاح التجربة المصرية، وأشاد بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية في صعيد مصر. الإشادة دي تمت، البرنامج حجمه كبير جدا، يعني حضرتك بنتكلم عن مليار دولار في محافظتين في سوهاج وقنا. وبعد النجاح ده امتد محافظتي أسيوط والمنيا في شهر مارس الماضي. بنتكلم عن أكثر من 4000 مشروع تم تنفيذهم في محافظتي سوهاج وقنا باستثمارات كبيرة. طبعا كل ده ساهم في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصورة كبيرة. لو عايزين نتكلم معاك يا أستاذ محمد عن يعني الميزانيات التي أنفقت لتطوير الصعيد، فإحنا بنتكلم على أن الصعيد خلال الفترة اللي فاتت 5 سنين اللي فاتت أنفقت عليه يعني مليارات زي ما حضرتك بتقول، ما يعادل قيمة ميزانية الدولة على مدار سنين كتير فاتت. ولو هنتكلم بالأرقام، فإحنا في 2008 أنفق على محافظات الصعيد 8 مليار فقط، جينا في 14 لحد 2014 21 مليار، من كام سنة 56 مليار، ليصل إجمالي ما أنفق على محافظات الصعيد من 2014 وحتى الآن 345 مليار. أعتقد ده بيعكس حجم الاهتمام اللي بتوليه الدولة لمحافظات الصعيد. طبعا ده حجم اهتمام غير مسبوق في تاريخ مصر. وعايز أقول لحضرتك الاهتمام كمان والمبالغ اللي أنفقت كانت في جميع القطاعات. يعني لو اتكلمنا مثلا أن تنمية الصعيد شملت العمل في مختلف القطاعات مش قطاع واحد فقط. يعني في قطاع الإسكان مثلا تم تنفيذ حوالي 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع للحفاظ على الرقعة الزراعية ولتوفير فرص استثمارية كبيرة لتشجيع المواطنين للانتقال إليها. كمان بنتكلم في نفس التوقيت ده اللي تم انشاء 14 مدينه جديده، تم تنفيذ 188 الف وحده سكنيه في كل انحاء الصعيد في ال7 سنين الاخيره. في قطاع النقل بنتكلم حضرتك ان تم انشاء وتطوير 6600 كيلو متر بتكلفه 120 مليار جنيه،
وتم انشاء العديد من المحاور وتنفيذها على النيل بصعيد مصر لربط القطاع الشرقي بالغربي وتحقيق التنميه المتكامله. بنتكلم عن انشاء 14 محور بتكلفه 23 مليار جنيه او اكثر من 23 مليار جنيه، منها محور بيروت باسيوط وفي السكه عزيز. الحديد كمان، يعني ده قطاع مهم جدا. الصعيد كان بيعاني من 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 اهمال في قطاع السكه الحديد تحديدا في الفترات او في العقود السابقه. في اخر الفتره الاخيره السبع سنين الاخيره تم انفاق 32 مليار في تطوير نظم الاشارات وتجديدات السكك والورش والمزلقانات وتطوير 46 محطه للسكه الحديد على امتداد محافظات الصعيد. فطبعا ده اهتمام غير مسبوق. كمان لو اتكلمنا عن الحاجات الاساسيه زي قطاع مياه الشرب وده اكتر القطاعات اللي بيشكو منها ابناء الصعيد، فكانت نسبه التغطيه في 2014 حوالي 85% بس، بنتكلم دلوقتي وصلت النسبه لاكثر من 98%. لو اتكلمنا عن الصرف الصحي زادت نسبه التغطيه من 22% الى اكثر من 33%، ومع انهاء ان شاء الله المبادره حياه المشروع القومي لتنميه لتطوير وتنميه الريف المصري حياه كريمه ستقترب نسبه تغطيه الصرف الصحي من 100% خلال العامين القادمين. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك كمان عن القطاع الصناعي، بنتكلم في انا وسوهاج عن اربع مناطق صناعيه جديده، ويمكن مساله المناطق الصناعيه والاهتمام بالصناعه شويه شيء مطلوب في الصعيد علشان ما تبقاش المحافظات مصدره للهجره لباقي المحافظات وابناء المحافظه ما بيبقوش لاقيين فرص عمل، شايف الوضع ازاي هناك في مجال الصناعه؟ حضرتك المناطق الصناعيه في اهتمام كبير بيها وتم يعني تطويرها وترفيق وتوصيل المرافق للمناطق الصناعيه بشكل كبير، ده طبعا بيوفر فرص عمل كتيره، لان بنتكلم مع تطوير المناطق الصناعيه وترفيقها توصيل المرافق اليها بنتكلم عن زياده الاستثمارات في الصعيد فبنسبه كبيره، يعني بنتكلم الاستثمارات العامه زادت في السبع سنين الاخيره بنسبه يعني تقريبا 500% من يعني دي استثمارات عامه. وعشان كده استاذ محمد الرئيس وقع قانون لانشاء هيئه تنميه الصعيد، الهيئه بتقوم بعملها تقريبا او يمكن تم توقيع هذا القانون في 2018 لتغيير حياه 40 مليون مواطن موجودين في محافظات الصعيد المختلفه. الهيئه كمان بتقوم بدور كبير جدا في ان هي بتنزل وبتعمل زيارات ميدانيه بتشوف ما تتمتع به هذه المحافظات من مقومات للتنميه سواء سياحيه او صناعيه او زراعيه، ما يجيد اهالي هذه المحافظات من حرف لتنميتها ايضا. طبعا بالظبط حضرتك، وعشان كده في اهتمام ايضا في محافظات الصعيد من وتوجيه من القياده السياسيه بالاهتمام بالحرف التراثيه اليدويه وتنميه التكتلات الاقتصاديه الانتاجيه، لان كل محافظه يعني تتمتع ببعض او عدد من الميزات التنافسيه اللي بتخليها يعني ليها حاجات مختلفه عن الاخرى وتتميز بيها. وده طبعا حضرتك بياخدنا لحاجه مهمه جدا لازم نتكلم عنها، وهي رفع معدلات الوعي لدى المصريين بصفة عامة ولدى أهلنا وناسنا في الصعيد بصفة خاصة، وده ليه دور كبير جدا نجح يعني الدولة نجحت فيه، لأنها الدولة تمكنت من تجفيف منابع الإرهاب وضبط العديد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وتقديمهم للمحاكمات. طبعا ده كله أفقدهم القدرة على القيام بأي عمليات على الأرض، وعادت مصر واحة للأمن والاستقرار بفضل جهود قواتنا المسلحة والشرطة المدنية وتضحيات شهدائنا الأبرار. لان حضرتك زي ما كنا متابعين في الفترات الاخيره كان في محاولات يعني التقليل من حجم الانجازات او غيره، وده طبعا غير صحيح بالمره، لان السيد الرئيس لما بيتكلم او بنتكلم عن المشروعات ما بيتكلمش عن حاجه عن وعد او حاجه هتتعمل، سيادته عودنا واستنى سنه حميده انه المشروع اللي سيادته بيعلنه بيكون تم الانتهاء منه وانجازه بالكامل مش لسه هيتعمل. صحيح. طبعا ده خلى الجماعات دي بيلجأوا لأسلوب رخيص وهو نشر الشائعات بهدف فقد الثقة في القيادة السياسية، وده طبعا لكن دايما يا أستاذ محمد الرد بيكون على الأرض وما يحدث من تغيير على أرض الواقع. الأستاذ محمد مخلوف الصحفي في مجلة آخر ساعة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا.